حياكم الله مشاهدينا الكرام اجمل الترحاب وانا التقي بكم ورحله جديده في توك شو العراق سكراب للبيع طبعا آه راح يفرحون اهل الستوته و.. والدواره اللي يبيعون عتيق واللي اقصد بهم اهل الستوته والدواره مو دول البسطاء اللي بالشارع العام اقصد بها احزاب الصدفه التي حكمت العراق خلال 18 سنه مضت اقصد بها السياسيين الذين وصلوا الى دفه الحكم بالعراق بطريقه مباشره وغير مباشره واحيانا تسلل اقصد بها الدول التي يصدر اليها سكراب العراق وكل خيرات العراق اقصد بها الإقليم اللي فاتح الباب على مصراعيه ساعة يهرب نفط وساعة يطلع حديد اقصد بها عام 2003 والكل يتذكر انه اسطول وزارة الصناعة ووزارة التجارة والمعدات والحديد والنحاس والألم اليوم انتقلت بقدرة قادر خلال تلك الفترة توقفت فترة ورجعت انفتحت مرة ثانية اقصد بها العراق سكراب معروض للبيع من البائع ومن المشتري وكيف تتم العملية يا جماعة ترى والله العظيم احنا نشور فخلوا الله بين عيونكم ومن تحكمون هذا البلد وخلوا الله بين عيونكم من تأخذون من خيرات هذا البلد ما بقى شيء ما أخذتوه لحقتوا هذا الشعب على السكراب ارحب بكم وارحب بضيوفي يشاركون الحديث في موضوع الليله الدكتور نديم الجابري النائب السابق والبروف السياسي حياكم الله حياكم الله الشيخ ابراهيم الدليمي السياسي المستقل حياك الله شيخ حياك الله حبيبي دكتور مو حكايتك صح لو أه أه والله حكايتك اكثر من صح يعني هذه حقيقه يعني بس السكران يعني هي هاي السياسات الخطره اللي تنتهي في نهايه المطاف بتفكيك الدوله العراقيه الدول او الحكومات الحقيقه من تصبح عاجزه عن اداره الدوله، عاجزه عن تعظيم موارد الدوله تذهب الى التصرف بممتلكات الدوله واراضي الدوله وعقارات الدوله. وهذا حقيقة احنا نعتبره واحد من المؤشرات بقبس الخطيرة. دكتور باعون بقى بس لا 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 هو شوف هو هي القضية مقننة، اكو قانون يسمى بقانون بيع وإيجار أموال الدولة مم. هذه بها يعني قضايا محددة، يعني أنت مو كل ما تمتلك الدولة لازم تبيعه، يعني هسا السكراب أنت ليش تبيعه؟ مو أنت عندك الحديد والصلب مثلاً؟ تقدر تستثمرها بالحديد والصلب ميه. ميه. آه مثلا المواد اللي بيعت بالصناعة وبيعت في, الصناعة في آه أماكن أخرى مثل هذا يعني شو اسمه مال مو الكيميائيات سماد وغيرها كل هاي كان ممكن أن نستفيد منها بالمصانع الحكومية لكن إذا هي أكثر من 250 مصنع كبير متوقف لحد الآن بدون أن يحرك أحد ساكت أو يحاول أن وزارة الصناعة يفعل الصناعة هذا وزارة الصناعة الأمر. على لسان وزيرها يا دكتور تعلنها صراحة تمتلك وزارة الصناعة 29 شركة 27 وحدة منها خاسرة على شنو مسوي الوزارة؟ شوف الخاسرة طبعا أنا أشك أن هنالك شركة أو مرفق من مرافق الدولة خاسران الحقيقة هي الإدارة خاسرة وليست المؤسسة اللي هي تخسر أن تجيب إدارة يعني في كل القطاعات تروح على أي ممتلك ممتلكات الدولة سواء مصانع سواء فنادق سواء كلها لا يمكن أن أن تخسر هذه لما تخسر كانت في ظل الأنظمة الاشتراكية في ظل الأنظمة الاشتراكية عندهم الربح ليس الغاية الغاية هي خدمة الفرد وخدمة المجتمع فتعطي نسبة سماحات ب الخسارة أما في ظل هذا النظام ما بي فرصة للخسارة لكن إذا أنت مخلي إدارات ليست مؤهلة بلا شك أنه المشروع يخسر يعني يعني قضية مفروغ منعتها فأنت ضع الرجل المناسب في المكان المناسب راح تشوف المصنع ينهض ويستقر وراح تشوف يسد حاجة السوق يعني المحلية إحنا شنو الإشكال إذا وزارة الصناعة إحدى الشركات يلزمها طبيب بيطري اي هذه هاي طامه كبرى هسه الطبيب البيطري اوديها اكو عندنا اكو أقعد الدوله هم عندها حقوق لا, لا يعني شنو المشكله مثلا اذا بوزاره الزراعه على البيطره نخلي لنا واحد خريج هندسه كهرباء إيه هاي احنا هكذا تدار الدوله العراقيه ايه العراقي اي إيه إيه مو هذا هذه هاي سياسه تخريب اذا من تتبع مثل هذه هاي دلالاتها واضحه يعني ما تقدر تدافع عنها الا ان تفسرها بسياسات التخريب والا انت يعني تريد لك مثلا مهندس يعني ماكو مهندس تخليه على مصنع معين لا ماكو ماكو مثلا طبيب ماكو, ماكو. بيطري تخليه على الدواجن حملة الشهادات حملة الشهادات العليا والخريجين خلصوا بالعراق كلهم عيناهم وما شاء الله الان يشتغلون وكلهم يمتلكون وظائف وبالتالي هاي الوظائف الكبرى عندنا احنا فارغه وشاغره فاختارينا لها هاي الناس بناء على العلاقات السياسيه شيخ ابراهيم حياك الله الله يحييك حبيبي العراق مباسك باسك راب هاي اريد ابدا بالعراق كعراق كله وبعدين اطلب لك انا وياك على وزاره الصناعه لانه وزير الصناعه بنفسه يتحدث يقول هناك حرب تجار كبار تؤثر على عمل الوزاره وان السكراب يسرق ويهرب باستخدام القوه اذا الوزير يقول هيك انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك استاذ محمد و... وتحيه لأستاذي والبروفيسور استاذ نديم تحياتي والمشاهدين تحياتي. شوف هي الطامه الكبرى يعني راح ابدي مو من سؤالك اذا تكرمت وتفضلت عليها مثل ما انت جناب البروفيسور. المشكله بالاداره مثل يعني شخصها تشخيص مضبوط مئة بالمئة انا عده مرات بهاي الفتره جلست ويا الكادر المتقدم بالوزاره يعني تدري جنابك انا دا اتابع خمس ست وزارات ملفاتها كمواطن عراقي ما عندي. المشكله وين؟ اول مشكله طامه كبرى هي الخطوة الأولى دمرت الصناعة العراقية هي الأحزاب والمحاصصة واحد مثل ما تفضلت مهندس ميكانيك تخليه على البيطرة والبيطرة تجيب على الصناعات هاي مبينة هاي قالتها مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا بالتسعينات من قال ثمانية. بالتسعينات عفوا هنري كيسنجر بالنهايه الثمانينات قال يجب ان العراق يعود نهض العراق ويجب ان يعود الى عصر الجاهليه بالصناعه تاتشر ايضا رئيسه وزراء بريطانيا بالتسعينات قالت علينا التفكير مليا بكيفيه اعاده العراق الى زمن الجاهليه الصناعيه والان دي ينفذ شنو قرار العالم يمكن ما يعرفوه قرار 315 اللي طلعوا به خيره خبراء العراق وما امتلك العراق من خبره وطنيه صناعيه فنيه هندسيه تكنولوجيه على مدى 30 35 سنه وجنابك وجناب البروفيسور والمشاهدين يدرون قبل العراق من يستورد يستورد وين البضاعه من منشا رصين درجه اولى ويدس خبراء قبل ست اشهر وقبل سنه قبل التعاقد وراء التعاقد ما بعد التقاعد ما بعد التشغيل والا عندنا فنيين الجسر ذو الطابقين هذول كادر من كوادر وزارة الصناعة بست أشهر خلي يعرفون العراقيين كان لهم جهد تسعة وتسعين بالمية بي هم مهندسين عراقيين معروفة معامل النسيج معامل الصناعة معامل البتروكيماويات معامل الصناعة كلها خبراء عراقيين شالوا قمة هاي الخبراء قعدوهم ونصهم لحد الان ماكو تقاعد سياده البروفيسور طبعاً. طبعاً. واللي جابوهم منه حتى يسكتون الشعب على الخيبه اللي خيبوا بها ظن الشعب جابوا المتظاهرين خلوهم والا والا اي الخطيب هسه عليه محاكم معينه 85 الف واحد ما عندهم شهادات ومع هذا ذولا ولد العراق يستحقون فرص عمل لكن شنو إنتاجهم وين رواتبهم وين مستحقاتهم أبو الصناعة كذلك طلعت حسب ما افتهمت برقم دقيق بحدود ألف واحد طلعوا من ذولا الأعمار الستينات اللي اجوا مكانهم عشر ألف واحد تس 95% ما عندهم شهادات ناس عطالة بطالة طيب شلون تيدني وزير الصناعة ينتج وهو عدة بعض المدراء العامين اللي دي الآن انا اعرف الوزير الصناعه وانا مسؤول عن كلامي امام كل الجهات ضيقات القتال هو او الوكيل او المستشار او المستشارين او كم واحد حتى يبنون صناعه عراقيه خلال هاي الست اشهر استاذ محمد ثانيه ثانيه بالله عليك جايك باللي تريده انا انا الوزير على عينه وعلى لا لا جايك باللي بس الوزير اللي يقول انه هناك سكراب يسرق ويهرب باستخدام القوة طيب جايك وين دورك انت كوزير لوزارة جايك اللي اذا عرفه يعني ليش باقي وزير اذا ما اقدر الزم الوزارة جايك جايك المعاناة وين المعاناة اللي من اني من الماركو افتح لك 13 معمل خلال 6 شهور واشغلهن وينتجن وما تطيني حماية منتج انتبه لهي الكلام اليوم انا اصنع لك اطارات ورحت اني المعمل اطارات الديواني انا اروح أبا ادقق والله من ارقى الاطارات الصغيره والكبيره ليش ما بتمت... تمنع المستورد لان اكو احزاب مستفاده شوف جايك بالرابط صنع احذيه تكرم بساطيل عسكريه وباشر امام المشاهدين اخذ الكاميرا انا وياك نطلع للمعرض مالتهم ارقى من الصين 200 مره الصين تجيبه ورا يومين ثلاثه شق. البسطال العراقي ما ينشق البدلات العسكريه البدلات مزودين الشرطه الاتحاديه وهم صار بها تلاعب تقريبا 34 مدى 23 مليار احد المسؤولين بالصناعه خسر وزاره الصناعه على بدلات هو صنعهم وفر للعقد منا وجابه منا وهكذا معمل من الفولاذ والحديد والصلب هاي المعلومه يمكن معالي الوزير والكادر ما يدروها مليار دولار أيه. دعوة على وزارة الصناعة من إحدى الشركات التركية اللي أخذت معمل مع الحديد والصلب لهنا أنا أعطيتك بعض النماذج راح تقولي الوزير وين دوره الوزير كتب وأنا مو متحدث باسم وزاره الصناعه مع السلبيات اللي بيها واسرع أجيك على بعض س... بعض السلبيات المدمره للعراق بس نحكي حسنات العالم مو بروفيسور ونحكي السيئات حتى لا حد يقول انا اريد اريد اجعل قضيه عندي معمل حديد وصلب بالعراق لو ما عندي 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 واحد بالتاجي أه. وعندي واحد بالبصره اخذ عليه السلفه سلفه داين مم. الوزير 50 دا اعطيك ارقام واسماء ماذا دا اقول زيه. لك يقال زيه. اخذ سلفه 55 مليار دينار من اسعد العيداني محافظ البصره مقابل يشغل النواقص ويكمل الادامه مال مع معمل الحديد الصلب وال55 مليار دينار يعطيها المحافظ البصره انتاج حديد. حديد لهنا اوكي ماشي اجى السي... حصر لا لا لحظه لا لا لحظه حصر السكراب شيخ ابراهيم برا... هنا ناني... انا انا اريد اوقف وياك تفضل اذا عندي معمل وينتج ويشتغل بالبصره بعده عندي معمل جاهز للانتاج بعد ما ينتج موجود في طور العمل في طور التش... تمام. التشغيل تمام يحتاج سكراب هذا الحديد لو تروح تبيعه برا وتهرب وتص... الكردستان ومن هناك يطلع آه. من اللي جاي يهربك انت هنا وين راح تخلي راح تخلي رقبتي على المقصله وحاضره لها تريد تحكيني مو وانا بالتليفون قلت لك مو تحكيني ترى موضوع خطير ايش <applause> أعطى أمر هو وكل المحافظين وجاب أمر من رئيس الوزراء زي لكافة سيطرات العراق ايه هو معالي الوزير مع جل احترامي إليه ما حكاها بقناة الشرقية اللي أنت واخذ منها هذا الخبر ما حكاها كلها صدر أمر يمنع منعا باتا عبور السكراب من كافة السيطرات الداخلية والخارجية والمرابطات والمشتركة نبات شوفهم المشتركة خمسة نعم أنتهم أمر معمم الأمر وانا لو ادري بهذا كان جبت لك نسخه من الامر موجود من من الامر؟ من رئيس الوزراء مم. القيادة العمليات المشتركه القيادات عمليات الرافدين شنو القوى اللي تمتلكها هاي اللي يسميهم الوزير تجار و... و... يعني. اخي اكو مدير عام مم. انت ليش تطلعني يعني خليني ابدا فدي في اليوم بلقاء وياك ليش ليش تطلعني انت. اكو عالم بالفيس ولا اللقاءات ما يعني لا اطلع بيها يحكون يقولون هذا مشوار بوياهم، اتحدى اذا إيه سمحت لي بثانيه واحده، اتحدى اي وزير اي رئيس وزراء سابق حالي، اي مدير عام، اي شخصيه حزبيه اي سياسيه، أتحدى على شواربه امام التلفزيون حتى اللي يعلقون ظل المغرضين السكتون من طيني عقد ومعروضه علي مناصب وكلاء، مدراء، غيره، كلها ارفضها، اتحدى واحد امام شاب الكريمه يقول مط الشيخ ابراهيم الدليمي. اكل ولا شرب ولا عقد ولا اي شيء هاي حتى تكون على بينه قدام استاذ دكتور نديم اتحدى شاربك كائن من يكون اكو تحدي رجال فجماعه ن... الفيس خلي يبطلون عن... اللي ديدسكم واللي ديطيكم ابو المليارين هاي الاخيره ترى عرفه على اي نرجع أنا وياك مدير عام مم. شنو هذا المدير هاي عشرات هاي مو واحد منهم هسه واحد مدير عام مم. مدير عام باحدى الدوائر وإذا كمل ملفه وزاره دا اكمل ملفه لا تحرق الملف مالتي <applause> وطلعت كلمه شرف انت راح تفتح الملف بهذا برنامجك مدير عام في احدى الوزارات المهمه جدا يتعاقب وعقوبات وانذار وتبويخ وحارق الدنيا وحارق الدنيا كلها هو بعدة وزراء هاي مو مدير عام عدة اماكن مدير عام ثاني بروفيسور شلون دكتور نديم يطلعوا لي انزين يطلعوا لي يعني عن شنو زين ويجيبون واحد خدمته ست سبع سنوات يخلوا مدير عام ليش لانه في يوم من الايام وزير الزراعه السابق صالح الحسني شكل عليه فلاح الزيدان لجنه تحقيقيه وهذا المقرود الدكتور البروفيسور خلاه رئيس لجنه اجى داره الايام صالح الحسني صار وزير الزراعة ينزل من مدير عام اصاله بروفيسور شهادات ب مليون شهاده اللي هو دكتور راضي مهدي السفاح يخليه بمنصب تعبان ويريد يقابله وزير ما يقابله وبالمناسبه بالمناسبه ده حتى موضوع راضي هذا على الزراعه وزير الزراعه كان تلميذ عنده ارجع وياك للموضوع نفسه اذا المدراء عمين تجيبهم احزاب لما الان اليوم رئيس حزب انا اريد انا الجهه الرؤساء القوام والاحزاب اليوم انت من تيجي ترشح واحد يا اخي ده ترشحه يعني وزاره الصناعه وزاره الصناعه من تضبط يا شيخ ابراهيم حتى ارجع للدكتور القوات الامنيه تضبط 12 شاحنه محمله مال دياله بالسكراب من موقع وزاره الصناعه وين في دياله زين متمام بشركه دياله العامه للصناعات الكهربائيه معده للتهريب الى اربيل هذا شوف هذا الموضوع انا حكيت وياهم بيها هاي طالعه من شركه نصر وما ادراك من ضمن الملفات هي شركه نصر م. وهي راح اعطيها للمعالي الوزير واعرف ملفات السكراب قصدي لا ملفات التعبانه ما اريد هسه حتى ليش يشتكون هم هسه ثلاثه واحد ملقى القبض عليه واثنين عليهم اي هذا قبر. ابو دياله ملقى القبض عليه، هذا اللي هيئوهن حسب الافاده، احكي لك قانون، هيئوهن على اساس مو هناك على اساس بذيش المنطقه اكو سكراب مم. لموهن كملوهن على اساس دزوهن المنشأة نصر بالتاجي من دياله للتاجي مم. واحد من المتضررين اللي ما اطوا السكراب او من تجار السكراب نعم علاقات واسعه راح بلغ قالهم لهم ذولا حاطين اللزمن وين ترى مو برا داخل المصنع م. اكو فرق من تلزم بالسيطره يعني ماكو تهريب للسكراب؟ لا اكو بس انت سالتني سؤال جاوبك عليه هذن ال 12 تريله داخل المصنع وبيهن كتاب بده يروحن نصر حتى ياخذون يستعملون كسكراب ويسهروهن احد المتضررين هنا انتبه الاستاذ محمد المتضررين او المستفيدين اللي ما هي راح بلغ قالوا ترى حاطين شاحنات وراح يهربوهم باكر اجت النزاهه تلقى القبض عليه داخل المصنع الحكومي مو بالشارع ولا بسيطره داخل المصنع الحكومي وهاي بلغني بها احد المسؤولين المهمين بشكل رسمي بالوزاره والا اخذوا المدير العام ووقفوا انا ارجع ارجع للدكتور دكتور شيخ ابراهيم حكى اللي عنده انا عندي بعض الشغلات اريد اسولف بها. اوكي. النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي يقول اكبر صفقه فساد موجوده لبيع السكراب هي في وزاره الصناعه والمعادن. طيب الان اذا نائب يقول انه هناك اكبر صفقه فساد ويقول هناك صفقه <تصفيق> <بيقل> <تصفيق> اذا نائب يتحدث هيك وانت كنت نائب شنو دور النائب هنا؟ هو شوف اولا يعني خلينا نعترف مساله انه هنالك اكثر من دوله عميقه في العراق يمضي قرارها حتى على السلطات الرسميه في الدوله يعني على يعني الوزراء وعلى الوزير شوف. الان هسه حضراتكم مم. والشيخ ابراهيم تحدثتم عن موضوع التهريب السكراب مو صحيح ورغم توجيهات السيد رئيس الوزراء للسيطرات كلها مم. بعدم السماح بمرور مم. هذه الشاحنات لكن ده تمر <applause> طيب شلون تمر معنا هنالك سلطة قرار غير سلطة رسمية سلطة قرار ربما تكون مجزئة ربما تكون في أكثر من مكان يمضي قرارها على بعض المؤسسات أو المنافذ اللي مطلوب المرور منها <applause> وإلا ما نقدر نفسرها بغير هذا التفسير <applause> وإلا شنو القوة اللي عند التاجر وحضرتك هسة تتحدث عن تاجر عن ما تحدث عن تاجر؟ انا اتحدث عن قوة سياسية احد ادواتها هذا التاجر احد ادواتها طبعاً التاجر طبعاً ولا التاجر من وين إلى هذه القوة وهذا النفوذ يعبر السيطرات ويروح اذا ما عنده غطاء سياسي يحميه ويمرر له هذا غطاء سياسي وربما غطاء عسكري مم يعني ايضا حتى الغطاء العسكري قوة يمرر طبعا القوة فلذلك هذه القصة كلها قصة هي مسيسة من اولها الى اخرها واذا تريد تعالجها ما تعالجها فنيا تعالجها سياسيا قبل ما تعالجها فنيا تعالجها سياسيا يعني انت تريد تنهض بقط... زو... انت تريد تنهض قطاع معين لفت نظرك استاذ ابراهيم الى مساله هذه انا اقول هاي سياسه عامه ومن عندها تتفرع سياسات صح. تخصصيه مثل هاي زيارة... سياسه الصناعه سياسه الزراعه فالسياسه العامه هي اللي تخلي هذا التكامل بين عمل الوزارات يعني م. انت شلون هسه هذا مثلا بالزراعه شلون يقدر يغطي حاجه العراق من المنتجات الالبان؟ لازم الدوله وزاره التجاره تعينه بمنع استيراد حمايه المنتج حمايه المنتج لازم ما تستورد انا عندي, أنا عندي ارجع وال دكتور انا اليوم الموضوع اللي اريد اتحدث فيه انه هاي قضيه بيع العراق كسكراب يعني الان العراق معروض كسكراب كدوله سكراب معدل البيع لا يوجد اي ماده قانونيه تسمح في الدوله العراقيه بتصدير الحديد خارج العراق بلا شك مو طبعا باعتبار العراق مو بلد منتج للحديد عام 2013 وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب او الخردة في دوائر الدولة ومخلفات الحرب والاليات العسكرية المدمرة الى والسيارات القديمة المسقطة الى القطاع الخاص وشكلت وزارة الصناعة بذيك الفترة لجنة اسمها لجنة السكراب الحديد بزي. على اساس انه يتم بيع هذا السكراب الى خطين الخط الاول هو مصنع الحديد والصلب وين بالبصره تمام. والخط الثاني هو شركه النصر نصر العامه للصناعات ومصانع القطاع الخاص للفولاذ احنا ما لكن... عندنا مصانع قطاع خاص ما, الفولاذ. ما عندنا مصانع محمد ملحوظه ابدا بالعراق ما عندنا يمكن الدكتور يدري مصانع فولاذ بالعراق ما عندنا قطاع خاص أ... انا اكمل لك وبما انه ما عندنا مصانع قطاع خاص فولاذ شرتئت الدوله انه ذن الشركتين غير قادره على استيعاب كل هاي الكميات من السكراب لذلك قررت بيع السكراب. يعني هذه يعني واحده من سياسات التخبط بصراحه، العراق ليس 13. ليس بلدا منتجا للحديد حتى, حتى يقوم بالتصدير. لا مو هيك هسه <applause> البلدان المنتجه للحديد ممكن تصدر خارج العراق م. بس العراق مو منتج للحديد فيفترض انه يستورد الحديد م. فمن باب اولى لما يدخل الحديد بصيغه سكراب او غير اي شكل من الاشكال المفروض يبقى تحت الارض او يعني داخل الاراضي العراقيه لا يسمح باخراجه باي شكل من الاشكال لا لا ما طلعنا طلع طبعا ما ما يعني امام هذا الوضع الهش كل شيء يحصل هو قلنا, قلنا الوزير اللي اخذ 800 مليون دولار بباكتها وبعدين باع ب 100 مليون دولار للشمال للاكراد م. هو أوه. باع لهم السكراب استاذ محمد انت دا دائما تخلينا نطلعها؟ اسهل يعني هو يا وزير طلع 800 مليون دولار من وزاره اوطار ما اعرف لا تعرف يعني اكو تصريح التاريخ. مهم للسيد وزير الصناعه السابق محمد الدراجي م. م. ذكروا م. طلع على شاشات التلفزيون قال هنالك اراده سياسيه صح. لا تسمح بتفعيل الصناعة في العراق كان لكن من موقع السياسية المسؤولية. السياسية موجودة لتهريب طبعا هو هي واحدة تكمل الأخرى أنت لما تحول دون قيام صناعة وطنية عراقية إذا لازم المواد الخام تطلع برا لما أنا أمنحها إلى القطاع الخاص اللي هو ما عنده مصانع للحديد اذا انا اعرف انه هذا بالقطاع الخاص راح يهرب هذا الحديد ولا هو مجنون يشتري سكراب ويضمه فاكيد راح يهربه للخارج فهي القصه تتم بالتواطؤ يعني اكو تواطؤ بين الجهات المتعدده شيخ ابراهيم والله العظيم ما لي قصد بها اقسم بالله قريت ما موجود عندي يعني انا هذا الكتاب قريته وموجود وصادر عام 2013 يعني الرجال انا ما لي دخل لا لا ما لك دخل مو؟ تم البيع وفق قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 العام 36 هو مجلس التلئيس حد سينة هو مجلس الوزراء بذاك الوقت معروف من كان الوزير ومع جل الاحترام معروف من رئيس الوزراء رئيس الوزراء يفتر على المصانع وعلى المعامل بيت بيت ومحل محل لو الوزير راح يكتب له انه اني وهذا وده السبب لا راح اقول لك مني من ما راح اقول لك تعرف ولا تسوي لي مشاكل, ما عرفه والله, مشاكل يوم والله ما اعرف والله عمالي مشاكل وياهم والله ما اعرف هسه تنزل <applause> بال 13 من وزير صناعه وتعرف ما اعرف ما عرفه. <applause> دكتور نديم عليك <applause> إيه يعني صدقني ناسي من يا ريت ورا البرنامج اقول لك لا هسه مو راح ياخذوها قضيه نشر ايش مسيطرين ها اهل اللحايه والسكاسيك مسيطرين استر علي ايه. وانت مو عندك سكسوكه انا قصدك انت ما اقصد غيرك وصلت؟ اقصدك انت ايه. اما المشاهدين ما اقصد غيرك ايه. ايه. فهو بوقتها كتب رئاسه الوزراء مم. والسند على اليمن السند على وزير بيئه بوقتها كان ايضا من نفس المجموعه مم. يعني لان البيئه كانت وزاره ذات الذكر ايد له انه هاي بها اشعاع كيمياوي اذا تذكر دكتور نديم كنت انت بالدوره اتذكر مم. مو؟ 13 اي اي لا لا كنت خارج قبلها كان وكتبوا لهم المجلس النواب قالوا بها اشعاع نووي وبها يورانيوم وبها كيمياوي مو اي بس آه. شلون أنت على فايش قالوا. قالوا؟ قالوا ما عندنا معامل متخصصه تعالج هذا الامر. لمعالجه المواد المشعه بين قوسين، الكلمه المشعه لا <applause> فقعدوا وطبخوها بيناتهم، قالوا بيعوها لمن مواد تبويب دائما، المن تبيعها؟ القطاع الخاص، زين انا قطاع خاص ما عندي ولا شركه ولا معمل فولاذ وصلب وحديد للقطاع الخاص، فصار بعدين وراها التوجيه انه القطاع الخاص ما ماخذها، خلينا نحولها الى <applause> كردستان العراق عندهم طيب. معمل الصب والحديد ومن حاجة الكردستان حجيت له على الوزاره السابقه، هسه انا بدي اسولف على الوزاره الحاليه. تصريح لنفس النائب اللي هو فالح الخزعلي قال وزير الصناعه اقال معاون مدير شركه الحديد والصلب لرفضه الفساد في الوزاره. لا تعال استاذ فالح انت اخ عزيز علي وراح اقول لك ليش. هذا المدير العام مع جل احترامي معاون مدير يعني عام, عام. اقالوه لاسباب. مم. اسباب حزبيه مم. اسباب حزبيه ايش قد تم... ايش انصرف على معمل الحديد والصلب والله الحديد وصل. اني انا بصراحه انا من اقعد واتابع تدري اخذ ادلتي وياي واروح اناقش ايش قد انصرف عليه؟ لحد الان ما ادري ايش قد انصرف 180 مليون دولار بعهد هاي الوزاره؟ الوزاره السابقه وهاي لا انا لا تحكي لي الوزاره السابقه ما كنت متابع الملف 50 مليون دولار انا اتمنى انا شوف يعني يعني اتمنى ان واحد هاي الوزاره ايش قد انصرف اتمنى عليها. واحد من النواب هاي الوزاره ايش قد انصرف عليها؟ ما انصرف لحد الان اخذ 55 مليار دينار من اسعد العيداني اذا اعطيك اسماء وارقام مش اكثر طيب حتى يحي... يعني ما نقدر ما نقدر نسوي معمل سنه سنتين لا لا هو قبل ايش قد احكي لك قبل شهر ونص لا احنا احنا وموافقه هسه ها وزاره الصناعه هاي وزاره الصناعه موجوده وزير الصناعه موجود فلوس من افضل وزراء هاي الوزاره مع جل احترامي للباقي انا انا ما اللي من يفتتح معامل, معامل استاذ محمد الشيخ الحمد. ابراهيم تدري بيه. أولا آني. ولا اني ولا انا الوزير الفاسد اجينا انا اقول له فاسد واعطيك بس انا اللي جاي احكي هذا الرجل ده يشتغل ليش اذا يشتغل ليش يسمح بالتهريب؟ مو تهريب مو هو يا اخي انت ليش بدك من, ني. من معامل الوزاره من اخي من, من الاحزاب اخي من الاحزاب من القوى الناس اللي عندها سلاح منفلت اخي الوزير يا رب وزير اساس عمي وزير جات سبع تهديدات املاك املاك أملاك وزارة لو أملاك الوزارة لا لا هذه من ضمن أملاكه كوزير لو مو من ضمن أملاكه كوزير محمد خلينا نهدأ شوية نعم وزير تهدد كتب الرئيس الوزراء المرجع الأعلى ماله قال له مدى أقدر على هالموضوع رئيس الوزراء يقول له سيطر وصدر <applause> أمر قال له خذ <خلّي> إجازة قال <applause> له صدر أمر صدر أمر للقوات خذ <applause> إجازة؟ لا, لا. <أيب> الحكومة لا <applause> اه حكومة عادلية الطجازة لا ما قال له الطجازة قال له صدر استاذ مصطفى الكاظمي ومع الاسف استاذ مصطفى الكاظمي 100 مرة وجهت له نداء قلت له المستشارين يمك دمروك ودي دمروك يا استاذ مصطفى انزل للشارع وشوف الشارع ايش لا تسمع لترى ترى نص مستشارينك اصدقائي عشرين وثلاثين 30 سنة اولهم استاذ مشرق هسه انا هنا اخي اسمع اسمع القصة حتى تكون حتى تكون بين انا عندي معامل حديد وصلب موجودة بالبصرة وموجودة بالتاج موجودة بالبصرة وبالتالي ماذا تعطيني مجال يوم أوصل الفكرة وصل رئيس وزراء صدر أمر وموجود الأمر لكافة القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والسيطرات الداخلية والخارجية والمرابطة وغيرهم امنعوا منعا باطا وحملكم مسؤولية وتحاسبون إذا تهرب السلاح الحديد لهنا انت هنا إذا تجيك عشرة تيلات وياها عشر سلفادور مسلحات ويرمون عليك خلينا نحكي منطق يا ابو سيطره هسه لزم واحد مسلح راح اختال واحد ولزم لزم يده لهم هذا اختال واحد هاكم اياه سمعت بحاله واحدة على شنو مخلين هاي السيطرات على الطرف اخي هذا وضعك العام هيجي كل من عنده 20 30 الف واحد ولا مية ولا 200 صعدهم بسلفادورات لبسهم عرقشين لبسهم مظلل وشال لهم العلم وطلع بالشارع العالم خايفه تيجي تعيش خلينا نحكي بمنطق انت نوبات انت نوبات ما اطلع وياك لين تحكيني. العالم تريد تعيش خايفة للسيطرات جندي مية واسطة وطه خمسين ورقة حتى يعينوا لا بالفحص الطبي أطلع عشرة أوراق حتى يمشي بالفحص ده يأخذ ألف دي أضحك الدكتور نديم مو أنا أحكيها الصح لولا بروح أمك صح لولا حتى يجي ده يأخذ له مليون وربع يجي على عشرين واحد حاطي قادة الكتلة وقادة تهربوا وقادة سجلوا وضباط مهنيين سجنوا إحنا ليش بنحكي بالمنطق رئيس الوزراء اذا يريد يحل هاي المشكله لا يحمل وزير الصناعه والكادر، يطلع بعض المدراء العامين الفاسدين اللي دي يضربون مليارات ويشكل له قوه، قوه ضاربه، قوه ضاربه، اوقفها على اطراف بغداد، اوقفها على اطراف المحافظات، اوقفها على المنافذ الحدوديه واعطيهم قوه، قوه مطلقه، وحطلهم لهم قوه جويه وياهم طيران الجيش، من يحتاج طيران الجيش، من تجي فد 100 سلفادور تطلع لهم هليكوبتر وحده، لشوف شو يصير بيهم، السيطره. اما انت جايني على هذا العامري ابو دياله شايله حاطه جوه والله فلان متنفذ طال 100 مليون لفلان وفلان قال لفلان والقائد قال هيك ما تنبني دوله هو انا انا دائما بلقاءاتك اقول تبنون عراق تبنون اقتصاد تحبون العراق وزاره التجاره وزاره الصناعه وزاره الصناعه هذني اذا ما يندمجن وبزير واحد ما يبنى العراق على هاي السياسات والمحاصصه طماطم وزير زراعه يطلع يقول اتحدى اي أبوها قلت له النواب ومع الاسف بس منهم قالوا عفنام حكي يقول النائب اللي يجيني يجيب لي طلب منو عبد بهاء على عبد الرزاق؟ حلو شلون؟ منو بهاء على عبد الرزاق؟ ما اعرف لا والله شو بعرفني منو بهاء ما اعرف انا هذا الاسم موجود عندي يعني وزير لا, لا تاجر لا. لا. موظف شنو هو؟ ما اعرف الرجل ليش تضحك؟ دكتور ارجع وياك تعتقد انه بهذه الطريقه تنبني دوله؟ لا طبعا لا بلا شك لا. بهذه الطريقه لا يمكن يعني قد يصح انه يعني تهديم دوله بهذه الطريقه ممكن لكن بناء الدوله لا يمكن ان يكون بهذه الطريقه الدوله تحتاج اولا رجال دوله مؤهلين حتى يديرون الدوله بشكل سليم بعدين تحتاج الى تخطيط تحتاج الى تكتيكات تحتاج الى سياسه عامه تحتاج الى علاقات خارجيه متوازنه تحتاج الى استقلاليه في القرار انت كلها ما متوفره عندك انت تريد تبني صناعه لازم ترضي دول اخرى، تريد تسوي زراعه لازم ترضي دوله اخرى، تريد تسلح نفسك لازم ترضي بعض اطراف دول. العراق ودول اخرى يعني فلا يمكن ان تبنى دوله بهذه الطريقه يعني ولذلك بدأت احنا دوله؟ الدولة العراقية دولة أصيلة، يعني أنا أقول أن الدولة العراقية دولة يعتد بها من حيث القدرات ومن حيث العنصر البشري اللي فيها، لكن مشكلتها أن العنصر الذي يحكمها لم يرتقي إلى مستوى الدولة العراقية، م. هذه المشكلة الأساسية، يعني فرق هائل بين عظمة الدولة العراقية وبين الطبقة السياسية التي تدير هذه الدولة. يعني لو اكو طبقه سياسيه يعني على مستوى عالي راح اشوف الدوله العراقيه دوله ممكن ان تقارنها بفرنسا وتقارنها بايطاليا وتقارنها بهذه الدول الاوروبيه المتقدمه لكن احنا العنصر البشري المشكله في العنصر البشري الذي يدير الدوله ويدير قدرات الدوله دي يبدد ثرواتها دي يعني حقيقه يحول دون النهوض هنا هنا عندي تصريح لنائبين يعني النائب علي اللامي يقول لدينا اطلاع واسع على عمليات التهريب في ملف السكراب في عدد من المحافظات. النائب فالح الخزعلي ايضا يقول لدينا اطلاع على التهريب يعني وين الحكومة, الحكومه تدري على لسان وزير الصناعه وتصريحاته والبرلمان يدري يعني رئاسه الحكومه تدري باعتبار الوزير بلغ رئيس المباشر والبرلمان هو السلطه التشريعيه والرقابيه يعني ايضا تدري يعني اقول لك ملاحظة والنزاهه تدري لان عندها جماعه ملقى القبض عليهم والعسكر عنده اوامر بمنع هاي القضيه طيب من اللي جاي يهرب شوف يعني يعني اولا انا تعليقي على هذه التصريحات هذه لا يجوز ان يتم تداولها بوسائل الاعلام صح النائب الى سلطه رقابيه على السلطة التنفيذية تشريعي. بدل ما يصرح بها للإعلام يتخذ م. الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تهريب هذا السكراب، م. فلذلك يعني بهذه الطريقة هي طريقة ليست سليمة في التعاطي مع هذا الملف. تصريحاتهم مو تصريحات الملف أي. يعني أو أقول تصريحاتهم بطريقة <applause> بطرق التعاطي تعاطي مع هذه المشكلة لكنها طريقة ليست سليمة لأنه أنت الأصل هذه جرائم. يعني انت الجرائم أن تريد تلاحقها تخطر المجرم تقول له انا راح القي القبض عليك وراح اتابعك لو تتخذ اجراءات وتروح تباغته وتلقي القبض عليه هذه جرائم انت شو تصرح له بالاعلام تقول له عندي معلومات عشائري واقول له اليوم راح اجددك يعني هذا مو صحيح هذه اجراءات مقاصد هذه التصريحات هذه, هذه ليست صحيحه أه يعني المفروض ان يتحمل الساده النواب اللي يعرفون ما هو الوزير بهذه القضية نفس يا دكتور والوزير يتحمل مسؤوليه اكبر من والحكومة النائب والحكومه تدري راس نعم الحكومه نعم. تدري الوزير يتحمل المسؤوليه اكثر من النائب لانه النائب اذا عنده سلطه رقابيه فقط يراقب طيب ما هو لكن الوزير عنده ده سلطه راس الحكومه تدري رأس الحكومه تدري وما متخذ اجراء على شنو رئاسه حكومة يعني هذا معناه ماكو حكومه حكومة اللي ما تحفظ ال يعني الثروة العامة للبلاد يعني شو أي, أي حكومة هاي تتحدث عنها؟ لا الحكومة قدرت ترفع سعر الدولار على إيه؟ المواطن قدرت تمنع الحصه التنميه على المواطن قدرت تستقطع من رواتب الموظفين بقانون ضربة مجحف وظالم بحق المواطن البسيط لكن ما قدرت تحافظ على اي لانه تعظيم موارد تعظيم موارد الدوله هذا فن هذا فن إدارة الدولة هم هسه لعبوا بالفن الحقيقي إنه هاي الطبقة السياسية لا تمتلك فن إدارة الدولة بعد شو تمتلك؟ فلذلك تروح على الإجراءات اللي ما تحتاج إلى جهد وإلى تعب يعني أنا قاعد أقول لي أزمة مالية متفاقمة بعد أنا قاعد على الكرسي وأقول يا أي خلينا نخفض قيمة الدينار شنو الإبداع اللي, اللي سويته؟ يا با أي خلينا نفعل قانون الضريبة أي شو اللي سويته؟ يا خلينا نستقطع من رواتب الموظفين هذا ليس ابداع هذا اصلا اجحاف بحق المواطنين يعني انت في كل بلد من في اي بلد مم. الموظف ينتظر العلاوات مو ينتظر التخفيض مماريزة. لأن مستوى المعيشه دا يرتفع يعني وأصلا اصلا مرتب الموظف هو غير مجزي يعني انت المعدل العام للموظفين يمكن يتراوح بحدود ال 500 الف دينار مم. يعني كمتوسط كم في حين اليوم الحد الادنى الحد الادنى حتى يعيش به المواطن حتى يعيش العائله الصغيره تحتاج الى ما لا يقل عن ألف دولار شهريا هذا الحد الادنى طيب انت الحد الادنى ما موفره انه بتفرض عليها ضرائب واستقطاعات و... يعني هذا هاي سياسات في منتهى الفشل وراح يعني تجرنا الى متاهات يعني انا يعني لا اعتقد انه الشارع ربما يبقى صامت لهذا، ربما ينفجر مثل ما انفجر في تشرين، ربما ينفجر مره اخرى، يعني خصوصا اذا تنفذت هاي القوانين وقانون الموازنه وما يترتب عليه من اضرار كبيره يعني في المواطن. انه الحكومه من الممكن انه تتخلى عن قانون الموازنه او تلغي هاي الفقرات اللي هي؟ بيها. نعم اذا طلع عليها الشارع تتخلى. اذا طلع؟ اي طبعا والشارع اذا ما طلع الشارع, الشارع يطلع. هذه قوته يعني ولقمة عيشه يعني هو مو مسؤول عن 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 الدوله لما تصل هو الشارع ساكت العجز. عن بيع وزارات يعني هو المواطن هسه هو المواطن قال الكادر الاداري دكتور ومن اللي ضخم الكادر تبع. الاداري؟ اليوم الدوله كلها تباع لو مو كلها تباع؟ كلها تباع طيب آه. اذا الدوله آه. كلها تباع والشارع ساكت ايش تتوقع راح يحكي على راتب الناس؟ اي لانه راح تدق بلقمه عيشه آه. راح تضرب لقمة عيشة الآن لحد الآن المواطن ما تلمس آثار قانون الموازنة عليه لحد الآن لأنه لم يقر لكن لما يقر وراح يجد الموظف أنه ثلاثة أرباع الراتب راح يطير من عنده وراح يشوف نفسه ما قادر على لا يدفع إيجار لا يأكل لا يشرب عند ذلك توقع ثورة الجياع اللي ممكن أن تنطلق في أي لحظه نتيجه هذا الضغط الكبير الذي يمارس على المواطن واللي وصل الى حد انا اسميه الاستهانه بقدرات المواطن يعني مطمئنين ان المواطن ما راح يسوي شيء لا هذا هذه حسابات ليست سليمه ترى الحاكم من يصل الى مرحله يستهين بقدرات شعبه هذا معناه وصل الى طريق مسدود وصل الى النهايات فهذه هذا منهج ليس سليما في التعاطي مع الشعب العراقي يفترض ان نوفر له اسباب الرفاهيه نعوضه عن سنوات الحرمان اللي عاشها نعوضه عن سنوات الحصار عن سنوات الارهاب هاي اللي عاشها يعني كثير من التضحيات قدم هذا الشعب لكن للاسف لم تقدم له لا هذه الحكومه ولا الحكومات السابقه تقدم له ما يليق بمواقفه وصبره هسه يكفي انه صبر على هذه الطبقه السياسيه 17 18 سنه وبالتالي يعني في النهايه أنه انت تحاربه في رزقه يعني هذه هذه سياسات الحقيقه خطيره جدا ويعني ما معلومه النتائج؟ اين ستاخذ البلاد؟ شيخ ابراهيم هل سيغلق ملف دياله؟ على الاغلب نعم يعني احنا كل ملف فساد ينفتح ينغلق؟ لا هو شوف انت اذا ملفات فساد زودك بعشرات الملفات المحكمه. وتنغلق. والله تنغلق هاي مو مسؤوليتي، مسؤوليه القضاء والنزاهه. لا ليش تنغلق؟ ت... أحز... اخي بلدك ما يمشي به القانون بصوره صحيحه، مم. اكو تاثيرات مثل ما تفضل جناب البروفيسور، اكو تاثيرات احزاب، اكو تاثيرات سياسيه، بلد مو مركزيته احاديه. بلد عده مركزيات بي. بلد مثل ما تفضل اذا طالعت ثوره الجياح المره الاولى طلعت عفويه وتدخلت بها الاحزاب تدخلت بها الدول شوهوا الصوره أرجع مرة تطلع دبوية. ارجع وياك لقضيه دياله انت تقول انه قضيه دياله هي محققيه لماذا يهرب مدير عام الشركه اذا كانت القضيه محققيه هو مو شوف على حد معلوماتي انا لا صادر عليه القاء قبض ولحد الان هو هارب اسمح لي على حد معلوماتي انا لابد صناعه ولا انا متابع و... يعني مراقب لا هو انا وياك اسولف بالموضوع اذا كان فعلا مثل ما انت قلت انا على حد هو... علمي مم. هو الرجل سالت عليه عامري من اهل البياع طبقتها كان مجاز اتصل بالوزير شخصيا وهي المعلومه من من من, لسان الكادر المتقدم قال له انت ما عليك شيء انت لا مهرب لا مصدر كتاب لا طلعت خارج داره يعني شلون واحد يتهموه داخل الحرم الجامعي هو داخل دائرته داخل دائرته يعني الان انت يتهموك اتهام وانت داخل المؤسسه الاعلاميه مالتك انت حرب المؤسسة مالتك ما يخرج بالقانون خارج سوار سوارات المعمل او الدائره او المكان المختص بذيك الساعه حاسبني هل لقوا كتاب رسمي للتهريب بس هل لقوا ال... هل بس, بس المواد اللي رايحه على اساس انه تروح الى مدير او الى الشركة العمل الصناعات الكهربائيه وهؤلاء عندهم الكتب باسمهم كتب المناقله لكنه المواد ما وصلتهم او ما, ما. المواد وين اللزمة استاذ محمد ما اعرف داخل المصنع داخل المؤسسه <تصفيق> ها اقول هذا اي داخل المؤسسه يعني لو اقول لك انا قعدت ويا المعالي ويا الكادر المتقدم قالوا داخل المؤسسه يعني داخل المصنع هو والشاحنات مو خارج اني يعني هذا اللي سمعته مو اللي شفته والعهده على القائل فاذا كانت داخل المصنع هو مصنع تابع لوزاره الصناعه ليش ما يسلم نفسه اذا كان هو بريء اجرته هاي هاي الوزير وياه؟ وهذا خاطئ لا لا انا الان خاطئ. الان اذا هو بريء والوزير يقول هذا الموظف مالي بريء مو؟ نعم ليش ينهزم؟ هذا يقودني الى سؤال اطلب به منك طلب اريدك تفتح حلقتين وانا راح اكون كبش الفداء على العراقيين على القضاء والضغوطات تصير على القضاء والاحكام اللي تصير من القضاء من بعض القضاة اللي يعتمدون على مخبر سري بالجديد او على افادة الضابط ما بيها مخبر سري بس اسمح لي هاي ما بيها مخبر سري بيها مواد ملزومة بس اسمح لي هاي مضبوطة ضابط داخل المصنع انا اللي سمعته ما بسيطرة باربيل هاي بحث ثاني واريدك تفتح لي ملف هم وزارة الزراعة حتى ما نظل مركزين على وزارة واحدة اللي هي الصناعة ونعوف باقي الوزارات كل شهر سويلك لك حلقتين على اي وزارة يتعدي ملفات لها وخل نشتغلهم كلهم بعد خلينا نحكي على المكشوف ليش احنا مركزين على الصناعة لا انا ما مركز على الصناعة لا, لا, لا بعض الفضائيات اي انا جايب النفط الصناعة, الصناعة جبت الزراعة اجيك عندي ملفات واحد واحد اليوم تغنيك <applause> عندي ملفات تغني هو الوزير ابو اللي يقول اتحدى واحد يقول اكو طماطه مو هذا العراقيات هذا ايه اللي خواتي كلن كل الطماطم تركيه ايرانيه سوريه واليوم عشرين شاحنه مال بصل من سوريا جايه وين 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 نعم وين الاكتفاء الذاتي ويقول المو... الناس اللي يجيني ممنوع الاستيراد اللي يجيني لا لا عنده ممنوع الاستيراد لو ما عنده هو يقول منحت الاستيراد واخذ امر من رئاسه الوزراء منين هاي الطماطم هسه العراقيين ظل يسمعوني عمي الطماطه مالتكم منين الخيار منين يا نسوان الباذنجان منين البوتيت اللي يقول لي صدرت خمسين الف طن ما ادري 5000 طن عمي محمد كريم على كيفك ويا العالم لا تظل تصرح تصريحات انت انت وزير لو تقعد كوزاره وتحكي الصدق للعالم لو ترى هسه اطلع الصالح المطلق اللي انا ورشحناك رشحناك بال 2011 وسويناك مدير عام الاراضي وهسه توسطت وصرت وزير وولدك دي يلعبون بيها لا تخلينا نحكي طماطي هاي الايرانيه والتركيه هي والبيتنجان والصدر دجاج البارحة سوقته تركي واوكراني لما نقدر عندك اكتفاء انت جاي تضحك على العالم شو تعرفين الوزارات اللي تهرب واللي ده تلعب لعب ولاحقي لي ورا ابو ابو السكراب ابو السكراب الرجال بالصناعة جاي يشتغل حارق الدنيا و ما عمل فتح وهسه المشراق راح يفتحها والبصره راح يفتحها شو تيدون من الزلمة بالصناعة الصناعه عم الخباز هالخباز راح يستقيل هم يريدوك تستقيل يلدك تشتغل ماكو غيره يريدون وزير الصناعه يستقيل قوه اشو وزارات يلعبون لعب ذاك يطمطحن مطاحن وموافقات سلمان الجميلي أطى 34 موافقة مطحنة على التموين أنا اشتغلنا على التجارة والزراعة <applause> <applause> وين النتيجة حكينا راح قاموا <applause> على يدعو اشتغلت على الصناعة فجيب جيب لي الزراعة وجيب لي النفط وجيب لي ما عندي, وزير ما عندي وزير أنا أحبه أو أعرفه أو صديقي أو يأثر يا بقسما بالله قدام أستاذ نديم قسما بالله استاذ محمد وانا قدام المواطنين وقدام الشعب العراقي وقدام دوله رئيس الوزراء آني دا اتبرع لك متبرع جيب مصورك وجيب كاميرتك وافرك على اماكن كان السكراب بالصناعه الان هذا الحارقني قامت تشتغل وتنتج لكن يا عمي مدراء عامين لحد لا أعرفهم اربعه او خمسة من افسد ما خلق الله بالصناعه لكن لما نحكي الوزير او الوكيل يقول لي كل الاستنفاذات الاداريه رفع يد وعقوبة والآن كتابهم يم رئيس الوزراء بمكتب رئيس الوزراء يقول منومين الكتب شي يسوي الوزير شي يسوي الوزير يستقيل وهو مفكر واستقالة مسببة لازم يقول لما تستقيل واستقالة مسببة يعني مثل ما كانت العهد الملكي كانت ال استاذ سمحت لي المشراق من به بالله عليك بل. انت ابن البصره مو؟ بالبغداد ابن بغداد بس انت بالبصره اتصور عندك خدمه الحديد والصلب مال البصره من 2003 الى هسه احد فكر يشغله من ارقى معامل الشرق لا الاوسط لا. لا. راح داين ما راح تداين من رئيس ماكو اراده اصلا ماكو راح تداين من المحافظ اريد اعرف هل بالامكان فتح هذا المعمل؟ راح يفتتح حسب معلوماتي شهر الرابع او الخامس راح ينتج انتاج يكفي العراق ويصدر منه ويدر للعراق كل سنه مليار دولار. العالم ما يريدوها ليش؟ لان يعني بصفنا حبايبك وجيران بيت ابو محمد اللي بصفنا بيت ابو شوقي بيصدرون لنا حديد فما يريدون ينفتح ما يخلوه يكمل بيت ابو شوقي اعتقد يكمل بيت ابو شوقي شوق وغيرهم ما يريدون ينفتح حتى نبطل استيراد من عندهم. معمل زجاج الانبار تعال اكو هسه الزجاج بالعراق بغداد غير زجاج من دوله وحدة راح على مصنع الانبار وراح يبدا ينتج الزجاج الانبار طلعوا له شغله سووا له شغله حتى يصدر شيخ ابراهيم لا يطلع زجاج انا انا حكيت بموضوع السكراب ما حكيت بموضوع باقي المعامل اكو قضيه فساد حكيت بيها ما عندي غير قضيه السكراب انا اخذها بتصريح من اللي سجلها عليه وسيد الكاظم اخوي استاذ مصطفى ابو هيا هم سجلها عليه السكراب لا عبد المهدي ولا العبادي ولا احد السكراب بدا فتح الكاك مالته كان وزير صناعه بال2013 كتب هو وزير البيئه مالته وهم كان وزير فاسد يلا تيدي احكي احكي هم وزير فاسد م. كتبه وقالوا به اشعاعات وما اشعاعات وغيره والمصانع الاهليه سوى ورا فتره دراسه قالوا لا توجد معامل اهليه نبيع على القطاع الخاص هو يتصرف بالاشعاع مالته هي كليتها افلام كانت بين كتلتين كتله سنيه وكتله كرديه بشلنا هذا الملف لان عندنا مصنع انتر كوبري اللي باربيل حتى نشغله ينتجون حديد ويجيبوا لك اياه مستورد اوكراني وصلت يعني يشتري منك ب 100 دولار يجيب لك اياه ب 10000 هذا دولار. اللي ردت اسمع من عندك. عندك هذا اللي ردت اسمع من عندك ادري بك شو تريد والمصنع مال احد الزعماء الاكراد يلا هاي دعوه جديده مبروك عليك شكرا هل تريد شكرا جزيلا في <applause> الختام طبعا للدكتور نديم الجابري شكرا, 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 شكرا لك شكرا جزيلا <applause> شكرا شكرا للشيخ ابراهيم دليم شكرا لك حتى التقيكم يوم غدا نترككم في عراق امن والله